اطلقنا عنا يرحلوا عنا. احنا هيك مش عايشين في امان، احنا عايشين في حصار. احنا لو متنا احسن، انا لو متت وما شفتش الحياة اللي بتصير فينا نتكتل. احنا ما نشوفش الا الموت والاصابات والجرحى. بفتح التلفزيون بلاقيش الا تشريع جنازات ولا قصف ولا دبابات. بلاقيش برامج اتسلى عليها، بلاقيش صور متحركة، بلاقيش برامج اتعلم منها. كل تشييع جنازات ودبابات، قصف دبابات وطيارات. ليش بيسووا فينا هيك الشعب الإسرائيلي؟ مش قادرة أنسى أبويا وأخويا لأنهم ماتوا قدامي. Brother and sister Amal and Mahmoud. هذا مش حيكون لنا صاروخ زنانة هذا، لأن هذاك زي بقى الله. لا هاي الجامعة وهاي ضربة كمان ضربة. Brother and sister Mahmoud and Amal saw all but one room of their home flattened. البيت هذا جماد، ما كانش لا يعمل اشي ولا يضرب صواريخ، ما بقاش يحمل تلاشين، ما بقاش يحمل اشي. ايش خلوهم يدمروك؟ انقحطوا الاراضي نحف، لا خلوه انسان ولا حجر ولا شجر، ما خلوش اشي، مش ضايل الا الرمل. لو انه بيقدروا يقيموا الرمل لقاموه زمان ورفعوه. وهنا بقى التلفزيون بالضبط صح؟ هاي القزاز عشان تاع الشاشة. أيوة كل اليهود جرفوه. But it wasn't only their home that was taken from 12-year-old Mahmoud and 9-year-old Amal. فقدت أبويا وأخويا وفقدت أبويا وهو لما بدينا مصروف وفقدت حنان. كان حنان علينا ولعبنا ويقرينا يدرسنا. كان دائما يعني كل شوية بتذكر، كل دقيقة بتذكر. شعوري صارت حزينة واشتد صارت قاسية، وصرت أكره أي واحد، بقيت أحب كل الناس. According to Israel's Ministry of Foreign Affairs, the army telephoned warnings to civilians wherever feasible. But this is not the way Mahmoud remembers it. صرت اعيط، صرنا نعيط ونصرخ، صاروا يطخوا علينا بعدين، طبوا الطخ علينا. بقى مزارع ابويا، ما بقاش لا يضرب صواريخ ولا يضرب قنابل. ايش ذنبه هيك يسوي فيه؟ ومن احمد اخويا الطفل لاربع سنين. After the shooting, Amal was taken by the Israeli army to us where other civilians were being held. كل يهود محوطة، هذه كانت الضرب. صار ثالث يوم اجوا من دون اكل ولا شرب، تمينا في الدار وهم برموا القذائف على الدار. ثالث يوم هان هذا صار يجوا صوتت وانا هانا ثالث يوم وانا تحت الردم اربعة ايام.
Amal's younger brother, Ahmed, died as a result of injuries sustained during the attack on their house, while Amal has been left with shrapnel lodged in her brain. حرموني أبويا وأخوي خلوني متصاب وهكذا لعيش أنا من راسي وعيني وبنزل دم من مناخير بس بطل فضل عمو بطل طيب عمو انت هلقيتها ايش بيصير معك في مناخيرك دم بنزل بنزل كل قديش الدم امبارح نزل واليوم نزل شوية بطل 12 months after being rescued from the rubble, Amal's headaches have been getting worse. بس خلينا نشوف اليهود كيف عملوا فينا كيف حرموني من أبوها وحرموني من أخوها حتى كمان بنتي مش قادرة على علاجها. ما ضاعت عمرها معاها. هنشوف هنا مجموعة من الشظايا طبعا متفاوتة بالحجم كلها بصورة عامة هذه ممكن تعمل لها احتقان في منطقة راس الجيب الأنفي طبعا هذا الاحتقان كل فترة بيعمل عملية النزيف الأنفي اللي هي تشكل من البنات طبعا بفكر انه يزعجوا اليوم الثاني نطلع من فوق عشان ما ناش السلاح نطلع من فوق الدور العالي نطقش عليهم بالاحجار على الدبات نرجعهم الدبابات محمود يدافع عنا يقتل اليهود اللي طخ ابويا وطخ علينا